هذا هو حنا احنا مالي اللي خلقني جدود شي عقبه كيطلع معاها كون على بال حنا عيسى وولد عيسى راه حكم عليها العيسى ها بسم الله لا نشدوها ها المليحه ها بسم الله الملح والحنا بها العيسى ويتعنى راه حكم عليها بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم راه نفعوا بنت الخلا نضرب تما عطات الراجل يموت المرأة تموت البهيمة تموت هذه راه قتالة اللي عطيتو داك الحجاز موريها اش يدير معاه الشي اللي بغاه على العقرب موريها اش يدير معاه اللي بغاه على السحر موريها اش يدير معاه اللي بغاه على التبعة اللي بغاه على الزريبة وعلى الكسيبة موريها اش يدير معاه ياك هذه نفعو كتعط شوكي كدير شتوها ضربت هنا تشعلك لولا حمرا في الرزازات تشعل قادير جدي قال لك قادير كاع انا احكم عليها انا تقفها قال لي عنده في الدار شي مرا واعره بحال هاد الدفعه نعطيه هذا فابو اللي كيدخل للدار يولي هو المرا كينوش مع الفار والله تنعطيه هذا مزيان المحب يقولوا اللي عنده العين وتابعوا كم تحرى شي اللي منكم كيشخر وكيتسنان وكيحلم انا ما تخايبين اللي كيحلم بالحنوشة والله تنعطيه هذا مزيان للسم هاك ها واحد ها جوج ها ثلاثة يلا حكمها وتقفها ودير ليها الجامات القدرة بجهد الله ها ونهزها ونبوسها ماشي بجهدي بهاد البركة بحالها كيف تكون هزها وزيد انت بوسها مالها خالتي باش غنبوسها بهاد البركة شوفوا هذا ها التعبان ها اللي بغيتكم تشوفوا شوفوا المصيبه قداش ها هو يلا نوض خرج ها البلاصه ديال ما تعدنيش الكافر بالله لا عندك شي وليد كيشخري كيتسنى ويحلم انا ما تخايبي كيبات يدعق باللي هي دير لي هذا تحت الراس ديالو اللي عنده العكس وعنده التابع اللي عنده بحال هاد الحناشه اللي يدخل الدار ينوض عليه الزكا والصداع والغياب والله تنعطيك هذا بقاو عندي هنا سته هزوا فيهم يديكم كاملين دعيو فيهم قولوا بالشفاء عاودوا بالشفاء اللي عطى لي خمسه دراهم نعطيه واحد امولا ميا مولا ميا والله تنعطي لي كنفرقوا ب 1000 فرنك مرحبا كنفرقوا ب 10 دراهم يستاهلوا ها بسم الله امولا ميا